بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. الإسلام حرم الغرر أو الغش في البيع والشراء، وظهرت صور عديدة من المعاملات المالية تتطلب أن يبحث المسلم عن حكمها الشرعي. من تلك الصور مسألة التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، وهو عملية بيشارك فيها الشخص بماله وبيحصل على جزء من هذا المال اللي هو دفعه كلما أقنع شخصا آخر بأن يشارك في هذه العملية. تستمر هذه السلسلة اللي بتعمل كأنها شكل هرمي، بيصعد المال من خلال القاعدة فيها إلى رأس الهرم. طيب، من المستفيد من هذه العملية؟ المستفيد هم من هم في رأس الهرم، والضحايا هم من في القاعدة. الحقيقة هذه المعاملة أو هذه العملية، ما يسمى بالتسويق الشبكي، يحتاج منا إلى أن نركز عليها وأن يعني نطرح هذا الأمر حتى نفهم ونعرف الوضع أو الحكم الشرعي فيه. طيب، هذه العملية هل تحتوي على منتج؟ أحيانا بتحتوي على منتج بشكل رمزي أو غير رمزي، وأحيانا لا تحتوي على منتج بالمرة، فقط تداول المال. طيب، السؤال هو ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه المعاملات أو هذه العملية بالتحديد؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم من يستفتونك مع فضيلة الشيخ الدكتور رجب أبو مليح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية في ماليزيا السابق. مرحبا بك دكتورنا الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخي الحبيب. اهلا بك دكتورنا. دكتورنا، طبعا احنا بننوه للساده المشاهدين ان اليوم الحلقه هي مخصصه للاجابه على الاسئله المكتوبه، وليست لن نتلقى اي اتصالات هاتفيه في هذه الحلقه بسبب تراكم طبعا الاسئله بشكل كبير، وايضا بسبب بعض الامور الفنيه. فبدايه مولانا عن مساله التسويق الشبكي او الهرمي، هذا الامر الحقيقه يعني كثير منا ربما واجه هذا الامر، سواء دعي اليه او يعرف مثلا قريب تعرض لهذا الامر. من وجهة النظر الشرعية مولانا، ما الحكم فيه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما يقول سادتنا الفقهاء والأصوليون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أي نعم، لابد أن نتصور ونفهم هذا العقد العجيب الغريب الذي وفد إلينا من غيرنا، وليست المشكلة في أنه وفد إلينا من غيرنا، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. فالأصل في المعاملات الحل، كثير العقود وردت إلينا من غيرنا لكنها لا تخالف شرع الله عز وجل، فيها مصلحة للفرد ومصلحة للمجتمع ومصلحة للأمة، وبالتالي نحن لا نحرم العقد على أساس أنه أتى من غيرنا أو أتى من داخلنا. لكن في الواقع فعلا هذه الفكرة يعني لا أظن أن شياطين الجن تستطيع أن تصل إليها، ومبناها باختصار شديد على أنني كيف أبيع شيئا يسيرا أو بثمن الأصل فيه أن يكون ثمنا زهيدا، كيف أبيعه بأضعاف أضعاف أضعاف ثمنه والناس تشتري وهي مختارة وهي عاقلة، دون يعني أن أطمس على عقولهم ودون أن يعني أكذب عليهم أو شيء من هذا. تقوم هذه الفكرة على أن البائع يشترط على المشتري أو على المسوق الذي يكون مسوقا أو وسيطا تجاريا له أن يشتري شيئا من هذه السلعة وحدة أو أكثر لنفسه أولا، لا يبيعها، يحتفظ بها لنفسه، يهديها لغيره، يتصدق بها، لكن لابد حتى يدخل معه في هذه الدائرة الغامضة. أي نعم، حتى أن يشتري يعني وحدة من هذه السلعة، سواء كانت يعني أيا كان هذا النوع، أنها بدأت من أكثر من 30 عام في ما يسمى بجولد كويست، عملات يعني ذهبية، ثم بعد ذلك الدولار الصاروخي، ثم البنتاغون، ثم يعني المسميات كثيرة أو الأسماء كثيرة لكن المسمى واحد. أي نعم. ثم يقول لك، تقول له كيف أشتري هذه السلعة وهي أصلا ربما تكون موجودة ومطروحة في السوق وثمنها مثلا 10 دولارات، كيف أشتريها أنا بمائة دولار أو بخمسمائة دولار؟ يقول لا بأس، أنا أعرف أن ثمنها أكبر من ذلك بكثير من ثمنها الحقيقي، لكنك لو أقنعت أحد الناس، أحد الأصدقاء، أحد الأقارب، أحد الزملاء يشتري مني أنا، لا يشتري منك أنت، أنت تحتفظ بهذه السلعة لنفسك، أنت تحتاجها أو لا تحتاجها، تقنعه أن
يعني يشتري مني مباشرة، أنا سأرد لك نسبة معينة مثلا ولتكن 50% من الثمن الذي دفعت. أنا أدفع 100 دولار في شيء لا يساوي دولار أو اثنين أو ثلاثة، وأنا أعلم يقينا أني لا أحتاج هذه السلعة، ثمنها ليس هو ثمن حقيقيا. إني بمجرد أن أقنع الآخرين سيعود إلي 50% من الثمن. إذا أقنعت واحد فقط، إذا أقنعت اثنين سيعود لي كامل الثمن، تكون السلعة مجانا. إذا أقنعت ثلاثة يعود لي مرة ونصف من الثمن، وتكون السلعة مجانا. وهكذا كلما أقنعت عددا كبيرا كلما كان الدخل كبيرا. ثم هؤلاء الناس أيضا هم لا يشترون وهم مغفلون، هم يعلمون أن هذه السلعة ليس ثمن، وهكذا هي ثمنها أقل بكثير، ولكن يدخلون إلى هذا العقد بهذه النية أيضا، أني سأقنع من ورائي بشراء هذه السلعة حتى يعود إلي الخير العميم أو المال الكثير. كلما أقنعت عددا أو أقنع هذا العدد عددا آخر من ورائي، فأنا المستفيد رقم واحد لو كنت أنا في أعلى الهرم. لما في بداية الحلقة وصف دقيق أن المال يصعد من أسفل إلى أعلى. أي نعم. ويكسب عدد كبير فعلا. بعض الناس في يعني أكثر من 20 عاما في مصر، لما جاء أحد الناس وعمل جهاز يسمى جهاز الشنل، ترك يعني الصيادلة صيدلياتهم، وترك الأطباء عياداتهم، وترك المهندسون يعني مكاتبهم، وترك الطلاب جامعاتهم. وكان الواحد يقول لنا أنا يدخل لي في الشهر الواحد أكثر من 5000 جنيه أو 20000 جنيه، في وقت ما كان هذا المبلغ يساوي 3000 أو 4000 دولار. أي نعم. فقلنا لهم يا إخواننا الكرام أن هذا المال ليس مالا حلالا، لأنك تأخذ من جيب أخيه ليس من جيب الرجل. فبعضهم اقتنع وعاد وخاف من الحرام، وبعضهم استمر في هذه المهزلة، والذي دفع الثمن من هم في قاع الهرم. أي نعم. هم يكونون بالآلاف، ربما مثلا 10000 5000 يدفعوا، ثم يغلق الرجل النشاط وينتقل إلى مكان آخر. هؤلاء الناس اشتروا هذا الجهاز الذي كان يباع في المحلات وفي الأماكن الصيدليات ب100 جنيه، اشتروه ب1100 جنيه، وحاولوا بيعه بعد أن أغلق هذا الرجل بعد 3 سنوات أو 4 سنوات. أي نعم. حاولوا بيعه حتى ب50 جنيه أو ب10 جنيهات، لم يستطيعوا البيع. كيف يعني تنظر الشريعة لهذا العقد؟ أي نعم. مولانا ده يعتبر يعني غرر فاحش يعني، وضرر كبير جدا يعود على الناس. وإن كان الغرر حتى اليسير يبطل المعاملات، لكن هذا غرر فاحش، وهو قائم على فلسفة أن السلعة ليست هي الهدف في ذاتها. السلعة ليست هي الهدف، أنا أعلم أن هذه السلعة لو أردت أن أشتريها أشتريها بأقل من ثمنها بكثير، وموجودة ومتاحة في السوق، أو ربما لا يكون لها فائدة أصلا عندي، لكن أنا أشتريها بهذه النية فقط، بنية أن أحصل على العملات، وهذه العملات لا أحصل عليها من الرجل، من البائع. لو كنت أحصل عليها من البائع لا بأس، لكن أحصل عليها من جيوب إخواني الذين أقنعهم بالباطل وبالحق وبالكذب وبالتدليس وبالغش، أنكم ستسرون سراء فاحشا، وستجلس في بيتك بعد أن تقنع 3 أفراد فقط، ستجلس في بيتك ويأتيك رزقك رغدا من غير حساب ولا عتاب ولا تعب ولا مشقة. وهذا ضد طبائع الأشياء، ضد الحكمة من هذا المال في هذا الكون. الفقهاء لما نظروا إلى هذا الأمر نظروا إلى شيئين. نظروا إلى طبيعة هذا العقد، لأنه نشأ في أمريكا وأوروبا، ثم جرمت هذه الدول، جرمت هذه المعاملة تجريما قانونيا، وفرضت العقوبات الصارمة التي تصل إلى 100000 دولار على من يتعامل بهذه المعاملات، وربما يضاف إليها السجن أيضا إذا كرر هذا، وسموه هكذا، سموه قمار بغير رقابة. عندهم القمار هناك ما عندهم بأس به، القمار يتعاملون به والحكومة تأخذ نصيبها من الضرائب ولا بأس به، لكن قالوا هذا قمار لا نستطيع أن نقننه. أي نعم. منعوه وجرموه قانونا وهم لا يدينون بدين الإسلام. ثم انتقل إلينا، فكان على العلماء، واجب على العلماء أن يدرسوا هذه المسألة، فوجدوا سبحان الله أن فيها مشكلتين كبيرتين من الناحية الفقهية. أي نعم. هذا العقد صرف النظر أنه يكون فيه مكسب أو خسارة أو فيه ضحك على الناس أو ليس فيه ضحك على الناس، في مسألتين، لأن لا يوجد تحريم في الشريعة الإسلامية وخاصة في باب المعاملات ليس معقول المعنى.
لا يوجد هكذا، يقول لك والله هذه معاملة حرام وخلص، ولا تسأل ولا تفهم، هي حرام لأن الرسول لم يتعامل بها والصحابة لم يتعاملوا بها وخير القرون لم يتعاملوا بها، لا يوجد في الشريعة هذا. قد يكون هذا في العبادات الأصل فيها التعبد، وعندما يفكر العلماء أيضا يجدوا لها من الحكم والمقاصد ما لا حصر لها، لكن في المعاملات الأصل فيها العلم والأصل أنها مبنية على المقاصد. فوجدوا في هذا العقد مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى أنه جمع عقدين في عقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بعض العقود لا تقبل أن تجمع مع بعضها، وهو عقد المعاوضة، عقد البيع، وعقد السمسرة أو الوساطة التجارية. فلا يسمح لك بحال من الأحوال أن تكون سمسارا أو وسيطا تجاريا عنده قبل أن تشتري لنفسك أنت أولا، حتى أن تسهر الليل والنهار وتبذل الجهد حتى تعوض خسارتك، أنك تعلم أنك إذا توقفت ستخسر خسارة كبيرة. ثم الأمر الثاني وهو الغرر، هناك فيها غرر كما تفضلتم، وإن المسألة مبنية على المقامرة. لو استطعت أن أقنع فعلا سلاسة كما يعني يدعون فسيأتي الربح الوفير أو يأتي المال الكثير، إذا لم أستطع فأنا دفعت هذا المال وأنا أعلم أن هذا الجهاز أو هذا المنتج أو هذا الشيء لا قيمة له أو قيمته أقل من ذلك بكثير. اجتمع في هذا العقد يعني مشكلتان، وهو مسألة اجتماع عقدين في عقد، عقد المعاوضة وعقد السمسرة التجارية، الصفقة التجارية، وكلا العقدين حلال، لكن عند اجتماعهم مع بعضهم مثل السلف والدين، السلف والبيع، لا أسلفك أو أقرضك ثم أبيع أو أشتري منك لأن ربما أظلمك في الشراء والبيع، أبيعك بثمن أعلى كما تفعل بائع فعل بعض الناس، أو أشتري منك بثمن أقل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع من هذه الحكمة. فأصبح هذا الأمر بعض الناس، بعض العلماء نظر إليها أنها وساطة تجارية عادية، وقلنا لهم ساعتها أنها ليست وساطة عادية، لأن جلسنا وراء مع هؤلاء الناس جلسات مطولة الذين يعني يعلنون ويروجون هذه المعاملة، وقلنا لهم ليست هذه وساطة تجارية عادية. لو كانت وساطة تجارية عادية فقل من يشتري جهاز أو من يقنع الآخرين بشراء جهاز سأعطي له مثلا 5% 10% 2% أيا كان القدر، لكنه لن يستطيع أن يدفع هذه العمولات الضخمة دون أن يضاعف الثمن، لأنه لن يخسر. إذا كانت السلعة تباع ب100 جنيه كان يبيعها ب1100، من أجل ماذا؟ يوزع من هذه الأشياء 600 جنيه أو 700 جنيه، وفي النهاية هو كسبان، هو الكسبان الوحيد الذي يكسب، ويكسب معه عدد قليل من الناس، ثم يخسر القاعدة العريضة التي فيها الضرر. ولذلك اجتمع في هذا العقد، اجتمع فيه الغرر، اجتمع فيها الضرر، اجتمعت فيها الجهالة الفاحشة، واجتمع فيها عقدين في عقد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. خرجت المجامع الفقهية كلها على قلب رجل واحد، وحتى دور الإفتاء التي أجازت هذه المعاملة في البداية لأنها لم تدرسها دراسة جيدة سحبت هذه الفتوى وحرمتها بعد ذلك. لا يمكن إنسان عاقل وخاصة متخصص في الفقه أو دار إفتاء أو مجمع فقهي أجاز مثل هذه المعاملة بعد أن اطلع الناس على تجريمها في القانون، فقال لو كان فيها خير لكانت لقومها الذين ابتدعوها واخترعوها ثم سوقوها إلينا وأغلقوها في بلادهم، لأنهم قالوا فيها ضرر على الاقتصاد وضرر على المجتمع. وللأسف الشديد يظل الناس المسلمون يتعاملون بهذه المعاملة حتى وقت الناس هذا، وإن تغيرت المسميات ولكن المعنى واحد، تغيرت الأسماء ولكن المسمى واحد. أي نعم. طيب مولانا، في هذه المسألة مثلا لو أنا شخص ودخلت يعني وقعت ضحية لهذا الأمر ودفعت فلوسي، وبعدين أنا عايز أخرج فأقنعت غيري بأن هو يدفع أيضا علشان أخد فلوسي، يعني في النهاية هل أنا مسؤول عن من دعوته لهذا الأمر أم لا؟ نعم نعم يا أخي الكريم، لو الإنسان أدرك فالأولى أن يقول يعني خسارة ربنا سبحانه وتعالى يخلفها علي، الله يخلف علي هذه الخسارة من طريق آخر. إذا دخلت مثلا وأنا لا أفهم الحكم أو يعني غرر بي، فأنا أقول 1000 جنيه أو 500 جنيه أو 100 دولار أو أكثر أو أقل، ربنا سبحانه وتعالى يخلف علي ويعوضني خيرا وأكف عن ذلك، لأن ذلك زيف وذلك كذب. أنا أعلم أن هذا كذب كله الذي أدعو الناس إليه، ولكن أصر فقط من أجل مصلحتي الشخصية. وحتى هؤلاء الناس الذين كانوا يكسبون 15,000 جنيه أو 20,000 جنيه في الشهر، أغلقوا بعدما أغلقوا مشاريعهم وخرجوا من جامعاتهم، كسبوا مال صحيح كثير في وقت قليل، ثم ضاع منهم كل شيء وضاع مستقبلهم، بالإضافة أنهم أكلوا مالا حراما
لأنهم أخذوه من جيوب إخوانهم وأصدقائهم وزملائهم وربما أقاربهم الذين اقتنعوا إما عن حياء وإما عن خجل وإما عن طمع، يعني تعددت الأسباب، لكن في النهاية الجميع أو المجتمع هو الذي خسر مليارات وليست ملايين من هذا الأمر، والذي كسب صاحب هذه الشركة وخرج بهذا المال من هذا البلد ليسوق في بلد آخر وينتقل من بلد إلى بلد ويكسب معه عدد قليل من الناس ويخسر الأكثرية. فالشريعة جاءت لرفع الضرر ولرفع الغرر ولرفع الجهالة عن هذه البيوع حتى ينعم الناس ويستفيدوا من الحكمة من تشريع البيع والشراء وليس يكتموا بهذا الغرر أو بهذا الضرر أو بهذه الجهالة الفاحشة. أي نعم. طيب مولانا، في هذه النقطة تحديداً، يعني مسألة أن الشخص اللي هو بيبحث عن الثراء أو الثراء السريع والمكسب، يعني اللي فيش فيه تعب ومفيش فيه مخاطرة مثلا بخسارة أو شيء، فمولانا يعني الاقتصاد الإسلامي أعتقد أنه يعني مبني على مسألة الإنتاج الفعلي وتشجيع الاستثمار الحقيقي في المشاريع، فمولانا ما هي النصيحة اللي بتقدمها لمن يفكر بهذا التفكير أنه مثلا يدخل في أي شيء، أي فكرة تطرأ جديدة حتى يحصل على ربح سريع بشكل قليل في المخاطرة؟ النصيحة أخي الحبيب الذي نقدمها لأنفسنا ونقدمها للناس أجمعين أن هناك سنن في هذا الكون لا بد أن نراعيها، لا بأس أن تكون عندك المليارات، لا أقول الملايين فقط، ولكن بطريقها الحلال. الشريعة الإسلامية وفلسفتها كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا هو القاعدة العريضة في الفقه وفي الاقتصاد وفي يعني المعاملات الإسلامية. لا تكسب أنت وتنظر إلى مكسبك الشخصي فقط، أن هذه روح من الأنانية، ويعني تدهس الآخرين تحت قدميك لأنك تكسب. لو كنت تعمل مصنعا أو مزرعة أو حتى يعني تبني بيتا صغيرا، فإن عشرات من الناس تفتح البيوت من بسبب هذا الأمر، ويتعاون الناس ويكونوا سببا في رزق بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا. الشريعة الإسلامية قائمة على هذا. الصحابة رضوان الله عليهم عندما كونوا هذه الثروات الطائلة، عثمان بن عفان و يعني أبو بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، يعني عملوها ليست طفرة. لا يمكن إنسان أن يحلم في الليل ويستيقظ في النهار على آلاف أو على ملايين مملينة. لا، فيه سنن في هذا الكون، لابد أن نسعى ونتعب ونشقى. إذا نظرنا إلى أحد رجال الأعمال الناجحين في العصر الحاضر أو عدد كبير منهم، نجد يعني ويحدثك عن هذه التجربة يقول والله أنا بدأت بشيئا يسيرا ثم تعسرت مرة ثم نجحت مرات ثم وقفت مرة ثم كذا حتى كونت هذه الثروة في 30 أو 40 أو 50 سنة. أنا الآن ما عندي وقت، أريد أن أكون ما كونه هذا الرجل في ليلة واحدة أو في شهر واحد، أو هذا ضد السنن. كلها بد أن تنظر إلى الأمر بعامة. وكما أنا عندما أخدم على أي خطوة من خطوات المعاملات أستشير يعني المستشار القانوني في ذلك حتى لا أقع تحت سلطة القانون وأدخل السجن ويدمر المشروع، فلا بد أن أسأل العلماء المتخصصون في هذا الجانب، أسأل أقول هذا الأمر حلال أو حرام قبل أن أسأل عنه قانونا. والسؤال عن القانون أيضا جيد ومطلوب، لكن لا بد أن أسأل الشرع أولا، هل الشرع يبيح ذلك؟ طالما أنا لست متخصصا وليس مطلوب من كل رجال الأعمال أن يتخصصوا في فقه المعاملات، يسأل العلماء الذين تخصصوا في هذا الأمر قبل أن يبدأ المشروع حتى يعني لا يكون هناك فتنة بالنسبة له ولا يستطيع الرجوع مرة أخرى بعد أن ذاق حلاوة المال الحرام والعياذ بالله. فيسأل أولا هذه المعاملة حلال؟ نعم، إذا كانت حلال خلاص ننظر إلى الوضع القانوني، ما الوضع القانوني في هذا الأمر، ثم ننشئ هذا الأمر وسيكون فيه خير للفرد والمجتمع. صحيح قد يكون الربح قليل، لكن لا ننظر إلى الربح الذي يدخل إلى جيبك أنت، ولكن انظر إلى الربح الذي يدخل في جيوب الآخرين. لو عندك مزرعة فيها 10 عمال فهم يفتحوا بيوتهم ويطعموا أهليهم ويطعموا أولادهم ونسائهم وأقاربهم، فانظر إلى هذا الربح. الله سبحانه وتعالى يبارك في القليل حتى يصير كثيرا، وسيكتب لك أجر هذا هؤلاء الناس الذين كنت سبب في إطعامهم وسبب في رزقهم، وأنت أيضا ترزق، ولكن شيئا ربما تنظر إليه شيء قليل، ولكن القليل على القليل سيصير كثيرا ببركة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. طيب مولانا، احنا يعني جزاك الله خيرا، انتهى الموضوع وان شاء الله نبدا في الاسئله مولانا، لكن احنا برضه بننبه على الساده المشاهدين ان هذه الحلقه ليست مخصصه للاتصالات الهاتفيه، ان شاء الله سنجيب على الاسئله المكتوبه في هذه الحلقه. فاحنا مولانا بنبدا على او بسؤال الاول، اخت سائله بتقول انها مهندسه اعلاميه بتعمل في دوله اوروبيه في المانيا تحديدا،
والشركة اللي بتعمل بيها بتقدم خدمات عبر الإنترنت للمقارنة بين عروض بيع المنتجات والخدمات، وهي بتعمل مبرمجة، فستنضم الفريق ضمن هذه الشركة بيعمل على تطوير برنامج كمبيوتر مسؤول عن مقارنة عروض الاستثمار التي تقدمها البنوك، وهذه العروض طبعا بتحتوي على نسب فائدة وما إلى ذلك. فالسؤال مولانا، حكم العمل كمطور برامج في مثل هذه في مثل هذا المشروع؟ شوف يا أخي الحبيب، الشريعة الإسلامية إذا حرمت شيئا فإنها تحرم كل الطرق التي توصله إليه. أي نعم. كان هذا البرنامج مجرد فقط ليس موجه إلى حساب لا الفائدة ولا المقارنة بين استثمارات البنوك، مجرد رجل مبرمج أصنع هذا البرنامج وأبيعه للناس جميعا، أبيعه للبنوك وأبيعه للشركات وأبيعه لمن يطلبه، فيكون هنا في هذه الحالة لا إثم عليه، لأن هذه آلة كآلة الكمبيوتر والآلة الحاسبة وهذه الآلات المتقدمة التي تحسب هذه النسب، وكالبرامج برامج الإكسل أو غيرها التي تحسب هذه النسب. أما إذا كنت أفعل ذلك خصيصا كما هو واضح من السؤال أنه يفعله خصيصا للبنك، فإنه إن كان لم يمارس الربا بنفسه ولكنه يعين هذه المؤسسات الربوية، يعينها على هذا الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما لعن الربا لم يلعن آكل الربا فقط، ولكنه لعن آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، أي هم سواء في الإثم. هنا إذا كان الإنسان يعني في حالة ضرورة أو حالة اضطرار لا بأس في العمل في هذا المكان حتى يجد عمل آخر، لكن لا يقول أنا لا أمارس الربا بنفسي ولا أفعل الربا، فإنه يعين هذه المؤسسات، إنه عندما يقدم هذه المقارنات وهذه النسب بين البنوك بعضها وبعض، فأنا إذا قرأت هذا أختار بنك من البنوك، ما عندي اختيار آخر، وفقط يرشدني إلى أفضل البنوك في الاستثمار، لا يرشدني إلى أشياء أخرى، لا يعطيني مثلا أمثلة في الإيجار ولا في المشاركة ولا في المضاربة ولا في البيوع، يقول مثلا 10 بنوك معينة مثلا هذا أفضل بنك في الاستثمار وكلها تتعامل بالربا، فكأنه يدلني ويرشدني إلى هذا. والشريعة إذا حرمت شيء حرمت كل الطرق الموصلة إليه، فننصحه بأن يبحث عن عمل آخر حلال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يرزقه. نحن نعلم صعوبة يعني العمل الحلال في هذه الأيام، فإذا وجده انتقل إليه إن شاء الله. إن شاء الله. طب مولانا، في نقطة في السؤال أنا يعني نسيت أن أنا أذكرها، السائلة بتقول أن العمل في هذا الأمر يعني لن يقدم خدمات للدول الإسلامية وإنما يقدمها داخل ألمانيا فقط، فالسؤال مولانا، هل التعامل بالمعاملات المحرمة مثل الربا مثلا المحرم لو كان لغير المسلمين، هل هناك يعني جواز في هذا الأمر؟ والله الذين أجازوا أخي طارق أجازوا هذا الأمر من ناحيتين، إما أن هذا وضع فيه نوع من الاضطرار والضرورة للناس هناك لأنه لا يستطيع أن يتملكوا البيوت من أول مرة، فقالوا الضرورات تبيح المحظورات، أو قالوا إن هذا الإسلام أباح الربا في يعني دول غير المسلمين وتخريجهم ضعيف في ذلك، لأننا لا نعتبر هؤلاء الناس دول محاربة، الدول التي نذهب إليها بأمان ويعني تأشيرة من الحكومة لا نعتبرها دولة محاربة، ولا دولة نعتبرهم دولة محاربين، نعتبرهم دار دعوة، إنهم استأمنونا وأدخلونا هذا المكان، فتخريجهم ضعيف. التخريج الثاني أن هذا دار حرب، ودار الحرب يجوز فيها الربا على رأي الحنفية خلافا لجمهور الفقهاء، هذا تخريج ضعيف. لكن التخريج الذي يقول هناك ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة تخريج مقبول. ساعتها أنا لا أدري من الذي يتعامل بهذه المعاملة، هل هو فعلا معذور أو غير معذور، لكننا لا نستطيع أن نبيح الربا كاملا في بلاد غير المسلمين، ونقول للمسلمين لا شيء عليكم، القادر يتعامل بالربا والفقير يتعامل بالربا والغني يتعامل بالربا، لأن هذه دار حرب، هذا دار حرب، يعني مشكلة كبيرة وقعنا مع هذه المجتمعات، نحن نعتبرها دار وعهد، أنهم يعني أدخلونا بأمان واستأمنونا، فلا بد أن نفي لهم بعهدهم ونفي لهم بأمانهم، ولا نظلمهم ولا نخرب في بلادهم. صحيح هذا العقد يعني بطوعهم، نحن لا نجبرهم على ذلك، لكن التخريج على أنها دار حرب ضعيف، والتخريج على أنها يعني هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، هذا أمر مقبول، وهذا نفتي به الأفراد وليس العاملين في البنوك. أي نعم، جزاك الله خيرا مولانا. سائل أيضا مولانا خاص بمسألة البنوك، السائل بيقول إن هو استلف مبلغ $4,000 من أحد البنوك ولم يدفع هذا المبلغ طوال فترة 20 عام كاملة بسبب التعثر أحيانا وبسبب الكسل أحيانا أخرى،
ولما توفر معه المبلغ للبنك ذهب للبنك من أجل السداد، فالبنك أبلغه بأنه لا توجد أي معلومات أو بيانات عن هذا المبلغ، فتبرع بهذا المبلغ إلى أحد المساجد. ثم بعد فترة وصلوا جواب على البيت من أحد الشركات التي اشترت هذا الدين من البنك وبتطلب منه دفع مبلغ 20,000 دولار، يعني أضعاف المضاعفة لهذا المبلغ. فالسؤال مولانا ماذا يفعل؟ والله يا أخي هو أخطأ عدة أخطاء. أخطأ الخطأ الأول لأنه اقترض بالربا وأنه يعلم أن ذلك ربا. نعم. فأخطأ بعد ذلك أنه لم يسدد ولم يخرج من هذا العقد لأي بأسرع صورة، يكون تكاسلا في بعض الأوقات، يقول كان يستطيع أن يدفع ويعني لم يدفع تكاسلا. والخطأ الثالث أنه تبرع بهذا الشيء أيضا، تسرع، لأن البنوك يعني يعلم يقينا أنها لن تنسي أو لم تنسى هذا الأمر، لابد أن يكون هناك خطأ ما سيعني يحدث قريبا. ما نفتيه به وما نطمئن إليه في هذه الفتوى أنه عليه أصل المال فقط، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، الـ4,000 في ذمته. لكن طبعا هناك بعد آخر، إذا كان هناك القانون سيجبره على ذلك لا نستطيع أن نفتيه بأي شيء آخر، سيدفع هذا الأمر إلا تعرض إلى السجن أو تعرض إلى الطرد من البلد أو الفصل من وظيفته. طالما أن الجهة التي اشترت هذا الدين اشترته بشكل قانوني موثق، فهو لا بد أنه سيدفع آجلا أو عاجلا، وربما يستمر هذا الأمر فالعشرين الآن يدفعهم بعد 10 سنوات 30 أو 40 أو 50. إذا كان القانون في صالحهم يدفع هذا الأمر ويحتسب أمره عند الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن القانون في صالحهم يرد إليهم أصل المال فقط 4,000 دولار، والمال الذي تبرع به هذا هو على حسابي هو، أن ذلك قياسا على اللقطة، لأن إذا وجدت لقطة إما أن أعرفها أبدا وتظل عندي، أو إذا تصدقت بها أو أكلتها وبان صاحبها في وقت من الأوقات فلا بد أن أردها إليه، سواء كنت تصدقت بها أو كنت أكلتها أو أخذتها أو ضمنتها إلى مالي، أردها إليه في أي وقت، لأن هذا المال أصل المال لا مشكلة فيه مطلقا. أرد إليه من 4,000 دولار إن إذا كان قادرا، وإذا كان القانون سيجبره على ذلك وهو يستطيع أن يدفع 20,000 يدفع 20,000 ويستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. أي نعم. طب مولانا في هذا السؤال أيضا في نقطة، إن هناك شركات بتقوم بشراء الديون المعدومة، يعني التي يأس صاحب الشركة من هو يستردها، فمثلا تروح لصاحب الشركة تقول له أنت مثلا عليك دين مثلا 10,000 جنيه، أنا هشتري هذا الدين منك مثلا بـ1,000 جنيه وأنا أحصله من الشخص نفسه، وتقوم هذه الشركة بالتحصيل من الشخص سواء برفع قضايا أو ما إلى ذلك. السؤال مولانا، نشاط هذه الشركات والعمل فيها ما حكمه في الشرع؟ فيه نهي صريح أخي الحبيب في السنة المطهرة عن بيع الدين بالدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، فقال الفقهاء الكالئ والكالئ أي الدين بالدين، فهذا من البيوع المحرمة في الفقه الإسلامي. في أمر واحد فقط يمكن أن يبيع الإنسان دينه، يبيعه إلى الدائن، قل له مثلا لك علي مثلا 1,000 دولار مفروض أؤديها بعد سنة أو بعد سنتين، ما رأيك إذا أعطيتك 800 دولار الآن أو 700 دولار الآن وتعافيني من الباقي؟ إذا رضي صاحب الدين ورضي المدين فهذا جائز، وهو ما يعرف في الفقه بالحطيطة في الدين، ضع وتعجل. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر عندما أراد أن يجليهم من المدينة، وكانوا بدهائهم ومكرهم، وقالوا يا رسول الله عندنا لنا مال عند أصحابك، لنا ديون عند أصحابك لم يحن وقتها، لا نستطيع أن نطالبهم بها الآن لأنها متأخرة، نريد فترة كبيرة حتى يفكروا في حيلة أخرى أو خديعة أخرى. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، يعني الدين الذي هو ليس حال الآن يمكن أن تنقص منه قدرا وتأخذ أنت الباقي في هذا الأمر. لكن بيع الدين لغير المدين هذا يعني حرام بإجماع الفقهاء والمجامع الفقهية، فلا يجوز بحال من الأحوال. أي نعم. جزاك الله خيرا مولانا. مولانا احنا كنا تحدثنا قبل ذلك في حلقة عن مسألة الانتحار، ففي سؤال خاص بهذه الحلقة مولانا، سؤال بيقول لو هناك طفل لم يبلغ بعد، عنده عمره 11 عام، وكان على علم بنسبة كبيرة من الحرام والحلال وحافظ أجزاء من القرآن الكريم، ولكنه للأسف انتحر، فهل يعاقب على ذلك ولا يدخل الجنة بما أنه لم يبلغ، ولا ماذا يكون حاله؟ يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، منها الصبي حتى يحلم أو حتى يبلغ، قبل البلوغ لا تكليف، حتى لو كان مميزا ويعرف الحلال ويعرف الحرام
فنرجو الله له سبحانه وتعالى يعني المغفرة والعفو وفي هذه المسألة. هو يحاسب فقط على أمور الدنيا، إذا أفسد شيئا فيصلحه هو أوليه، إذا قتل إنسانا أو سرق مالا أو أخذ كذا يحاسب عليه من أحكام الدنيا، لكن أحكام الآخرة لا يحاسب إلا البلوغ. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. وهذا يعني نقص خطر آخر يدق، يعني ما كنا أطفال يفكرون في مثل هذه الأشياء ولا يقتربون منها، فعلى آبائهم أن يحترسوا من هذا الأمر جيدا. وإذا كان هناك اسم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون أهله مقصرون في ذلك، يكون على أهله لأنهم لم يبصروه أو ضغطوا عليه أو فعلوا معه أشياء يعني فيها نوع من الظلم أيضا كما تحدثنا في الحلقة الماضية، لكنه على أي حال ليس عليه ذنب طالما أنه لم يبلغ الحلم فليس عليه ذنب إن شاء الله. أي نعم. أحيانا مولانا يعني بعض الألعاب الإلكترونية بتشجع الأطفال للأسف على ارتكاب يعني أخطاء قد تصل إلى درجة الانتحار للأسف، فهناك مثلا لو هناك كلمة مولانا لأولياء الأمور أنهم يخلي بالهم على الأطفال في هذا الأمر. نعم، يعني السماوات المفتوحة وهذه الأشياء وإن كان فيها بعض الخير لكن فيها الكثير من الشر. أي نعم. ولذلك لابد أن تكون أعين الآباء أسبق إلى الأبناء من هذا الأمر، لا يمنعهم منعا باتا لهذا الأمر، ولكن يراقبوهم ويوجهوهم ويعني يتركوا مساحة لهم في أن يعني يفضفضوا كما يقولون ويحكون لهم ما يحدث معهم في هذه الألعاب. فالصحيح نشجع عليه ونحث الأطفال عليه، والذي فيه مشكلة نعرفهم أن ديننا يمنع من ذلك وأن فيه ذلك إضاعة للمال وإضاعة للصحة وإضاعة للنفس نفسها، فلا بد أن يكون الآباء رقباء على هذا الأمر، ولا يعتبر ذلك كما يتكلم المتفيقون أو المتفلسفون أن ذلك يعني حجر على الطفل وحجر على عقله وحجر على إبداعه. فالحرية مقيدة في الإسلام، حرية الإنسان مقيدة، لا يضر نفسه ولا يضر غيره، فعلينا أن نراقب ذلك وأن ندلهم على البرامج الهادفة البدائل الجيدة التي يقضوا فيها أوقات فراغهم، ولكنها يعني ترفع من شأنهم ومن ذكائهم ومن علمهم ومن تدينهم ومن اختلاطهم بالمجتمع ومن خدمتهم في المجتمع، لأن هذا داء وبلاء عم إلينا جميعا الجلوس خلف هذه الشاشات الصغيرة أو الكبيرة في الساعات الطوال دون أن نقدم شيئا لمجتمعاتنا ولا لأسرنا، فنعيش جميعا في أسر منعزلة لا يعرف بعضنا عن بعض شيء حتى يفجع والعياذ بالله على هذا الأمر الخطير فيندم. ليست مسؤولية ولي الأمر أو الأب أو الأم أن يطعم أولاده من أحسن الأطعمة والأشربة وأن يلبسهم من أحسن الملابس فقط، ولكن عليه أن يأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه من قبل أن أطعمه، يعني أنا لو أطعمته طعاما قليلا أو كثيرا لن يموت، قبل أن أطعمه وقبل أن أوسع عليه لابد أن تكون يعني أعطي له فرصة أو أعطي له جزء من وقتي يعني أتابعه وأوجهه، لأن هذه مسؤولية وأمانة في يدي. أي نعم. جزاك الله خير مولانا. سائل مولانا بيقول إن هو بيبيع بالآجل البضاعة بتاعته، وأحيانا في بعض الأشخاص بيتأخروا في السداد ومنهم بيكون متعمد إن هو يتأخر في السداد وهو يعرف هؤلاء الأشخاص، فالسؤال مولانا لو حب إن هو يبيع لهم مرة أخرى هل يجوز لي إن هو يزود السعر عن السعر الطبيعي لأنه عارف إن هو بيتأخره؟ طبعا هو كما تحدثنا من قبل أنه لا يوجد حد أعلى في الربح، يعني ممكن الربح يتفاوت، يعني ممكن أن أبيع لرجل وأعرف أنه أدين أو أنه فقير أو أنه كذا أبيع له بسعر، وأبيع الآخر بسعر آخر لأني أعرف أنه يعني مماطل أو أنه سيتأخر، لا بأس في ذلك. لكن ماذا لو التزم؟ لو التزم يرد إليه هذا المال الذي دفعه، يعني إذا كان هو غال عليه غلاء شديدا. طبعا الغلاء البسيط مقبول، أن تكون هناك مثلا 5% هنا أو 10% هنا زيادة أو نقصان مقبول في التجارة، لا يمكن الإنسان يبيع في كل وقت على حسب وقته وعلى حسب الزبون اللي أمامه وحسب العميل وغير ذلك. فإذا كانت الزيادة يسيرة لا بأس بها، إذا كانت الزيادة كبيرة وهو كان عنده يقين أو عنده غلبة الظن أن هذا الرجل سيخلف ثم يعني أخلف الرجل ظنه وقضى دينه، يمكن في الآخر أن يتنازل عن قسط، أقول له هذا هدية مني أو هذا أمر يعني هبة لك لأنك التزمت معي هذه الفترة الطويلة ولم تتأخر، فأنا أتنازل لك عن هذا الجزء. إذا تأخر فيعني يكون هو قد أخذ حقه من قبل ولا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. أي نعم مولانا. طيب مولانا سائل بيقول إن هو تاجر وفي أحد الأشخاص أخذ منه بضاعة بمبلغ 25,000 جنيه
وكان الاتفاق ان هو يتم السداد بعد شهرين من التسلم البضاعه، لكن للاسف لم يتم السداد ومر اكثر من 8 اشهر، وعندما طالبه بالسداد فقال له انا لن استطيع ان اسد قبل شهر يوليو من العام الذي يليه يعني. فتم الاتفاق بينهما ان يزيد سعر البضاعه، يعني يزود مبلغ 7000 جنيه على الثمن اللي كان مفترض ان هو يرده. فسؤال مولانا، هل يعتبر هذا الامر ربا النسيئه ام هذا حلال؟ طبعا الزياده بعد عمليه الشراء هذا من ربا النسيئه قولا واحدا، لان طالما كلام هذا قبل الشراء لا باس، لا باس ان تزيد مثلا 10% او 20% او 30% في نظير الاجل، هذا الراي الراجح في بيع التقسيط، وقد تناولنا ذلك في حلقه البيع بالتقسيط. اي نعم. بعد ما يتم عمليه البيع لا يحق لي بحال من الاحوال ان ازيد عليه، اصبح العلاقه بيني وبينه دين الان. والفقهاء يعني وجدوا حلا لهذه المساله، وان كان في بعض الحالات بعض الناس يقول هذا حل ليس منطقي وليس عقلاني في كثير من الامور، اما فسخ العقد اذا كانت هذه البضاعه ليست مستهلكه، وان يسترد المبيع ويبيعه ويعني يقضي دينه، وإن بقي شيء يرده كما تفعل البنوك أو بعض البنوك، أو أنه يجعل الأقساط التالية حالة ويشترط ذلك في العقد في البداية، قل له إذا تأخرت مثلا 3 أقساط فمن حقي أن أقاضيك، إما أن أفسخ العقد وأسترد المبيع إذا كان المبيع بهيئته وبحالته ولا ترتب ذلك ضرر علي في أن أسترده، أو أن أفسخ العقد وأسترد يعني كافة الأقساط المؤجلة أن تكون حالة. يعني هذا ما استطاع المجمع الفقهي أن يقدمه كبدائل مشروعة في هذه المسألة، ولكن لم يجز أبدا أن يتحول الأمر على أنه يعني غرامة مالية كما تكلمنا أيضا في الشرط الجزائي. الشرط الجزائي يكون على الأعمال جائز، الذي يتأخر في العمل يمكن أن يجازى بالغرامة المالية، أما الذي يتأخر في القرض إن جازيناه بالغرامة المالية فهذا من ربا النسيئة المجمع على تحريمه. نعم. طيب مولانا، هو هناك سؤال الحقيقه انا كنت ناوي ان احنا نخصص حلقه عن هذا الامر مولانا، لكن هو السائل سال السؤال بيقول ما راي الشيخ في المسابقات التي تقوم بها بعض القنوات الفضائيه، ولو فاز شخص مثل هذه المسابقات بمبلغ مالي كبير فما الحكم هذا المبلغ؟ شوف يا اخي، الفقهاء قدامى ومعاصرون درسوا هذه المساله، مساله المسابقات القديمه والمعاصره. أيوة. وتبقى كلمه جمهور الفقهاء على ان المسابقه جائزة في كل أمر مباح لا يشغل عن واجب ولا يؤدي إلى حرام. كل أمر مباح في القرآن الكريم، في السنة المطهرة، في الألعاب الرياضية، في يعني المسائل العلمية وغير ذلك، طالما أن الأمر مباح ثم أنه لا يعطلنا عن أداء واجب ولا يؤدي إلى فعل محرم. اختلفوا في مسألة العوض، من سيدفع العوض؟ جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية أخذت بهذا الرأي أن الذي يدفع العوض جهة أخرى غير المتسابقين. لا ادخل هذه المسابقه كما تحدث في يعني المسابقات التلفازيه او على الانترنت او غيرها، حتى ادخل الى هذه المسابقه لابد ان اكون دفعت مبلغ كبير من المال عن طريق التليفون، عن طريق اي شيء اخر، اذا كانت المكالمه طبعا عاديه مثل المكالمه العاديه او الدخول على الانترنت مجانا فلا باس في ذلك، لكن اذا كان ذلك سيكلفني المال فانا دفعت في هذه المسابقه. والذي ينظم المسابقة يعتمد على أنه يجمع هذا المال الكثير ويعطي جزء يسير منه إلى المتسابقين الذين يفوزون ويتحكم في هذا العدد بشكل كبير، مثل يعني من سيربح المليون أو شبيهتها، والباقي يأخذه هو الفائز الأول من بيوب أيضا ومن أموال الآخرين. فإذا دخل الإنسان المسابقة مجانا وكان هذا موضوع المسابقة حلال ومباح ولا يعطل عن أداء واجب ولا يؤدي إلى فعل محرم فلا بأس أن يأخذ حتى لو أخذ الملايين، لأنه لم يدفع شيئا. لكنه إذا كان هناك شرط حتى يدخل هذه المسابقة أن يدخل برقم خاص في التليفون فتكون الدقيقة فيه مضاعفة عن الدقيقة العادية أو غير ذلك فهو دفع مالا، وهذا يشبه المقامرة. هذا ما عليه جمهور الفقهاء خلافا لابن القيم وابن تيمية. ابن القيم وابن تيمية عندما كانوا يتحدثوا كانوا يتحدثوا عن صورة بسيطة مثل التي كنا نفعلها ونحن صغار، نلعب الكرة مثلا فنجمع اشتراكات يسيرة من بعضنا ثم نعطيها للفريق الفائز. هذه المسابقة التي كانت في عهدهم تكون بسيطة جدا، لم تكن مرابحات أو مسابقات بالملايين. فالجامعة الفقهية أخذت برأي جمهور الفقهاء وقالت أن العوض أو المكافأة أو الجائزة
تكون من خارج المتسابقين حتى لا يكون هناك شبهة قمار وشبهة في الحرام. يعني طب موضوعنا في هذه النقطة، أحيانا مثلا بعض الشركات بتستخدم مسألة المسابقات هذه كوسيلة تسويق، تقول لك مثلا أنت لو اشتريت هذا المنتج فأنت هتدخل سحب بقسيمة الشراء وممكن تفوز بمبلغ مالي، هل هذا الأمر أيضا يدخل تحت التحريم مولانا؟ إذا كان بثمنه، طبعا بعض العلماء قالوا أنه أيضا حتى فيه مشكلة في ذلك لأنه يؤدي إلى إسراف، ربما أشتري هذا الشيء وأنا ليس لي حاجة فيه، فأشتري مثلا يقول لي مثلا لابد أن تشتري $100 وأنا حاجتي الآن أشتري $10 أو $5 فقط، فأذهب وأشتري بهذه النية. إذا كان الإنسان يدفع المال الكثير وهو لا يحتاج إلى هذا الشيء ويدخل بهذه النية فيؤول الأمر إلى نفس الحكاية، لكن إذا كان شيئا بثمنه وأنا أحتاج إليه احتياجا حقيقيا بغير المسابقة سأشتريه وبالمسابقة سأشتريه، ربما يجد رخصة في ذلك، لكن العلماء هنا فرقوا، ربما يكون ذلك أجدى أن نجعل لها حلقة خاصة، فرقوا بين الهدايا البسيطة التي تعطى لجميع المتسابقين أو لجميع المشترين، أن يكون مثلا الذي يشتري 3 قطع أعطيه قطعة يعني هدية أو قطعة مجانا، أو أعطيه قلم أو أعطيه أجندة أو أعطيه يعني تقويم هجري أو ميلادي، وبين الأشياء التي يتم عليها السحب بمئات الآلاف أو يعني أكثر أو مضاعفاتها. قالوا النوع الأول جائز بغير خلاف والنوع الثاني حرام، لأنه يؤدي إلى شيوع روح الإسراف والتبذير بين الناس، ثم يؤدي إلى الغرر أيضا، لأن اشتريت بهذه النية، اشتريت بنية الحصول على المال الكثير، والذي حصل على هذا المال عدد قليل جدا من الناس، والباقي عادوا بالحسرة وبخيبة الأمل فيحقدون حتى على الذين كسبوا هذا الأمر، وتشيع روح الحقد ويعني الأنانية في المجتمع. أي نعم، جزاك الله خيرا. مولانا سائل بيقول، هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة شرط أساسي بعد أو قبل الحج والعمرة لكي يتم قبول الحج أو العمرة؟ لا، ليس في لا من أركان ولا من يعني الواجبات ولا من الفرائض زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤثر لا في صحة العمرة ولا تؤثر في صحة الحج، ولكنه من باب الوفاء ومن باب يعني أنه سبب صلى الله عليه وسلم في الخير الذي نعيش فيه في صلواتنا وفي صيامنا وفي زكاتنا وفي حجنا، لا يكرم بالمرء ولا يجمل به أن يذهب إلى هذه الأماكن وكان عنده فسحة من الوقت ولا يذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده ويعني الصلاة في مسجده. الصلاة في مسجده كما لا يخفى على عليكم وعلى الشهادة المشاهدين أنها تعدل 500 صلاة إلى آخر ذلك، لكنها لا تؤثر لا في صحة العمرة ولا في صحة الحج، لكن لا يحرم الإنسان نفسه من هذا الخير وأن يذهب إلى هذا المكان وأن يدعو الله سبحانه وتعالى له، لأنه سبب هو وأصحابه في هذا الخير الذي نعيش فيه من غير حول منا ولا قوة. صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا. مولانا السائلة مولانا بتقول، هل يجوز للزوجة أنها تغضب عند أهلها وتترك بيت الزوجية لأنها تطلب من زوجها شقة تمليك هو يقدر أنه يعطيها لكن يرفض هذا الأمر، هل يجوز لها ذلك؟ طبعا الزوجة ليس لها حقوق إلا أن يطعمها بالمعروف وأن يكسوها بالمعروف وأن يسكنها بالمعروف، لكن هذه الشروط طالما أنها لم تشترطها عند العقد كجزء من مهرها، من حقها أن تشترط عند العقد أن أخذ مهري كذا، يعني مهري أن يكون قليلا أو يكون كثيرا أو يكون في صورة شقة تمليك أو شقة غير تمليك، من حقها قبل العقد ذلك ومن حق الرجل أن يقبل أو يرفض، لكن أن تساومه بعد ذلك وتقول إما أن تشتري لي شقة تمليك باسمي وإما أن أغضب أو أخرج أو أترك لك البيت أو الأولاد، هذا لا يحق لها بحال، فالذي شرعه الله سبحانه وتعالى أن يطعمها مما يطعم وأن يسكنها مما يسكن وأن يكسوها بالمعروف وأن ينفق عليها وأن يعني إذا احتاجت شيء من ضرورات الحياة أو من حتى تحسينيات الحياة وهو يستطيع أن يأتي به يأتي به، لكن مسألة هذه الشروط المكحفة على أحد جانبي سواء الزوج أو الزوجة فلا تحل ولا تجوز بحال من الأحوال. نعم. طيب سائل مولانا بيقول إن هو يعني بيصف حماته بأنها امرأة سيئة بتغتاب وبتنم وبتتمنى الوقيعة بينه وبين زوجته حسب ما بيقول في السؤال، وبيقول إن هو طردها من البيت، طرد حماته من البيت وطلب منها أنها لا تزورهم مرة أخرى. الآن زوجته في حالة نفسية سيئة وخايفة من غضب ربنا، مع العلم أن أمها ظلمت هذه البنت في الميراث، يعني أعطت الإرث للأولاد، فالسؤال مولانا ما حكم ما فعل هذا الزوج؟ وطبعا كان على الأخ الكريم أن يبذل جهدا كبيرا من باب حسن العشرة في أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر أولا، يحاول معها مرة واثنين وثلاث
وإذا لم يصلح معها ذلك يتفق مع زوجته أنها يعني تذهب إلى أمها، لأنها لا تستطيع ولا يستطيع هو أن يمنعها من زيارة أمها، سواء كانت يعني طائعة أو عاصية، سواء كانت قسمت الميراث بشرع الله أو لم تقسمه بشرع الله، سواء كانت يعني على تقوى أو على غير تقوى، كل ذلك لا يمنعها من برها بأمها حتى لو كانت كافرة والعياذ بالله. فلا بد أن يبذل الأول الجهد، لأن ذلك فيه تنغيص لحياة، حتى لو كان هذا من حقه لكنها فيه تنغيص. كيف يعني ترضى المرأة وتعيش معه وتخدمه ويكون بينهم مودة وهو طرد أمها بهذه الطريقة حتى لو كانت تستحق الطرد؟ كان يبذل جهدا كبيرا معها أولا، بل أن يهدي الله بك رجلا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا فشل معها وعلم أنها تفسد عليه دينه وتفسد على ابنته، فلا بد من الحوار قبل أن يأخذ هذه الخطوة. يقول لها يعني لا تجعل أمك تزورنا كثيرا، إذا أرادت أن تزورنا أمك تذهبي أنت إليها ولا هي ولا تأتي إلينا، إذا كان ذلك سيؤثر على ديني وعلى يعني علاقتي بالناس وعلى علاقتي بالله سبحانه وتعالى. يتم ذلك في إطار التفاهم. إذا كان تم هذا ولا يستطيع أن يراجع نفسه في ذلك، فلا يمنع زوجته من برها بأمها متعللا بأنها ظلمتها. الظلم الذي فعلته الأم ستحاسب عليه، والغيبة والنميمة ستحاسب عليها، كل ذلك ستحاسب عليه، لكن القطيعة من الأم من البنت بالتحديد لا تجوز ولا تحل بحال من الأحوال. ولا بد أن تكون الأسرة، الأسرة ليست علاقة قائمة على فقط ما لك وما علي فقط، لا بد أن يكون هناك شيء من الفضل يجود به الزوجة على زوجته وتجود الزوجة على زوجها حتى تصير الأمور. يعني يمكن أن يراضي هذه المرأة إذا كان فيه أمل، وأن يصلح ما بينها وبينه ويعظها ويعرفها أنه يفعل ذلك من مصلحتها ومن حبها ومن خوفه عليها ومن حرصه عليها، وليس يعني بهذه الأنفة. ثم تعود الأمور إلى مجاريها إذا يأس من ذلك الإصلاح وعلم أن هذه المرأة ستفسد عليه حياتها أو حياة ابنتها أو حياة أحفادها أو غير ذلك، فيمنعها بالمعروف أيضا، وبالاتفاق مع زوجته أن تذهب هي إلى أمها في أوقات محددة، ويعني تقوم بواجباتها، ولا تأتي الأم إلى البيت إذا كانت ستفسد هذه العلاقة بين الزوج وزوجه أو بين الأبناء وأبيه أو بين الأبناء وأمه. نعم، جزاك الله خيرا مولانا. طيب السائلة مولانا بتسأل بتقول أنا عايزة أحط حنة سوداء ولكن والدها مش راضي عن هذا الأمر، فبتسأل هل وضع الحنة السوداء حلال أم حرام؟ طبعا مسألة الحناء الفقهاء أجازوها، ولكن غير الحنة التي يعني يعتاد عليها الناس الآن. حنة أجازها الفقهاء أن تغمس المرأة يدها كاملة في الحناء ولا يكون فيها هذا النقش اللي يعني الذي فيه تصاوير. إذا أردت أن تفعل هذه المرأة لا بأس أيضا، ولكن تفعله لزوجها وفي المكان الذي لا يراه الآخرون، إذا كانت منتقبة مثلا أو تلبس الجوانتي أو تأخذ بالرأي الذي يقول أن جسد المرأة كلها عورة، تضع ما تشاء على أيديها وعلى وجهها طالما أن ذلك ليس محرم وبإذن زوجها. إذا كانت المرأة ليست متزوجة فمن باب البر أيضا ألا تغضب أباها حتى لو كان من حقها هذا الأمر. طبعا مسألة السواد هذا أنا لا أرى يعني أن يكون فيه معنى من الجمال، إذا كان فيه معنى من الجمال لا تطيقه المرأة أن تغمس يدها بالسواد كاملا والعياذ بالله، أو أن تستر هذا السواد إذا خرجت من خارج البيت، تستر هذا بأن تلبس شيئا قفازا في يدها أو تستر به هذا الأمر، لأن ذلك زينة، إذا كان يؤدي زركشة أو زينة فتستر هذه الزينة، لكن إذا كانت خضاب فقط فالخضاب من الزينة يعني المسموح بها والمباحة، تضع الحناء على يدها ولكن لا تكون فيها نوع من الزركشة ولا نوع من التزين أكثر من ذلك. وبرها بوالديها أولى من ذلك كله، حتى لو كان ذلك من المباحات، الإنسان ممكن يترك المباح من أجل إسعاده ومن أجل رضاه، الله سبحانه وتعالى يخلف عليها ويعوضها خيرا أنها تفعل ذلك من باب التجمل. والجمال هنا جمال الخلق قبل أن يكون جمال الخلقة، فكان الأب يرفض ذلك وهي يعني لا تستطيع إقناعه فتفعل ذلك، تنتهي عن ذلك برا بوالديها وطاعة لوالديها، أنه أمر يعني ليس من ضروريات الحياة وليس حتى من حاجيات الحياة حتى تصر على رأيها في هذا المسألة. نعم، جزاك الله خيرا مولانا. مولانا في سائل بيقول هل يجوز أثناء صلاة الجمعة هل يجوز التسبيح والصلاة على النبي أثناء الاستماع للخطبة، ولا الأفضل الصمت والاستماع إليها؟
طبعا الاصل هو الانصات، الانصات الى صلاه، الى خطبه الجمعه، والتعلم بقدر الامكان من هذه الاشياء، لانها يعني تنوب محل ركعتين من ركعتي صلاه الظهر. فالاصل في ذلك ان يكون يعني هو الانصات والاستماع، وهو لا يشغل نفسه بذلك بالذكر ولا بالدعاء، يشغل ذلك بالذكر او الدعاء في خارج الصلاه، بعد الصلاه او قبل الصلاه، هناك متسع. لكن الواجب عليه الان هو الانصات، ويحاول الاستفاده بقدر الامكان مما يتلى في القران الكريم واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه الى غير ذلك. الحاله الوحيده التي يعني يمكن ان يتسامح فيها كما يحدث مع بعض الناس الذين يسكنون في بلاد يعني الخطبه فيها باللغه اخرى لا يفهمونها، يمكن ان يشغل وقته في هذا الوقت بالذكر والدعاء، لانه لا يفهم شيئا مهما انصت او استمع، بشرط ان يكون الذكر هذا في سره، لا يعني يشغل الآخرين بهذا الذكر، يحرك لسانه فقط ببعض الأذكار، لأنه لا يفهم الخطبة ولا يفهم معناها ولا يفهم ماذا يقول الخطيب. لكن إذا كان يتحدث باللغة التي يعني هو فيها، أو اللغة التي يجيدها، أو اللغة التي يتقنها أو يعرفها، فلا يشغل نفسه إلا بالاستماع والإنصات إلى الخطيب أو إلى الخطبة في هذا الوقت، فهو أولى ومقدم على غيره، لأنه واجب مضيق عليه أن يستمع وأن ينصت، وفي الذكر متسع بعد ذلك قبل الخطبة وبعد الخطبة له أن يفعل ما يشاء. أي نعم. طيب مولانا سائلة بتقول عند قراءتي في المصحف الكريم بأجد مثلا كلمة في المصحف لا أفهمها، فأرجع إلى كتاب التفسير ثم أكتب معنى هذه الكلمة بالقلم الجاف داخل المصحف نفسه كي لا أنساها، وده بيسهل علي فهم هذه الآية، فهل هذا مسموح به أم مكروه؟ يمكن أن تفعل هذه الأخت في الهوامش، في أعلى الصفحة، في أسفل الصفحة، في اليمين الصفحة، في يسار الصفحة، كل ذلك الهوامش تكتب فيها ما تشاء، لكن لا تكتب في داخل الكلمات، فيطغى هذه الكلمات على كلام الله سبحانه وتعالى، ويختلط مع الإنسان الذي لا يحفظ القرآن الكريم، ربما لا يستطيع أن يتبين الكلمة من القلم الذي تكتب به. إذا كانت تكتب بقلم رصاص مثلا لا بأس، لكن الأفضل طبعا أن تكتب في الحواشي. فالفقهاء قدامى ومحدثين يكتبوا تفاسير في هامش المصحف، ولا يكتبوه يعني في داخله إلا إذا ميزوا هذه الكتابة طبعا بالطباعة المنمقة وكذا، ووضعوا الآيات بين قوسين ثم كتبوا كلامهم هما التفسير بعد ذلك، لا بأس إذا كانت تفعل. إذا كانت تكتب بخط القلم فتكتب في جانب المصحف اليسار أو اليمين أو الأعلى أو الأسفل في الهامش، ولا بأس في ذلك إن شاء الله، طالما أن النية هي أن تحفظ وأن تتدبر كلمات الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءت مرة أخرى في ختمة أخرى لا تحتاج إلى مراجعة كتب التفسير، ترجع إلى المعنى مباشرة، لا بأس في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب مولانا سائل بيسأل على مسألة الطين، مولانا بيسأل هو نص السؤال بيقول هل أكل الطين ينجس الفم؟ هو مسألة الطين مولانا هل الطين نجس أم طاهر؟ هو طبعا السؤال الأهم، لماذا يأكل الإنسان الطين؟ أي نعم. وهذا السؤال الأهم. لكن على أي حال الطين هنا يأخذ حكم الماء الذي سقي به. إذا كان الماء طاهرا الطين طاهر، إذا كان الماء نجس أو متنجس فالطين نجس ومتنجس. فإذا وضعه الإنسان على يده أو على يعني جسده أو على فمه عن طريق الخطأ، طبعا لا يوجد إنسان عاقل يأكل الطين، إذا دخل في فمه أو شيء فهو ليس نجس، طالما أن الماء الذي خالط الطين طاهر وطهور، وأصله التراب الذي يتطهر به الإنسان عند التيمم، طهارة حكمية وليس طهارة حقيقية. فإذا وضع عليه الماء الطاهر لا يخرج ذلك عن طهارته ولا يخرجه ذلك عن طهوريته، إلا إذا تعفن وأسن وتغيرت رائحته وأصبحت رائحة كريهة متعفنة أو غير ذلك. الطين في حد ذاته ليس نجسا ولا متنجسا ولا ينجس الإنسان، إذا كان الماء الذي سقي به أو عمل به ماء طاهر وليس ماء نجسا. أي نعم. مولانا يعني وقت الحلقة انتهى، لو هناك في نصف دقيقة مولانا أي تعليق على الأسئلة أو على موضوع الحلقة يعني؟ والله تعليق أخي الحبيب على مسألة استبطاء الرزق، النبي صلى الله عليه وسلم ربما نختم بهذا الحديث يقول يعني إن روح القدس قد نفس في روعي ألا تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يطلب بمعصيته. لو استقرت هذه العقيدة في نفوسنا وهذا الإيمان في قلوبنا، ونعلم أن أرزاقنا وأجالنا مكتوبة ونحن في أرحام أمهاتنا، لأرحنا واسترحنا. ما هلكنا أنفسنا هذا الهلكة الشديدة حول جمع المال من الحل أو الحرام،
ونبوء بخسران كبير يوم القيامة، لأننا نعلم أن ذلك مسألة محسومة وليس علينا فقط إلا السعي. لولا أن الله طلب منا السعي وأمرنا بالسعي كنا لا نسعى ويأتينا الرزق يعني ونحن في بيوتنا، لكن الله أمرنا بالسعي وألزمنا به، فنحن نسعى في الطرق الحلال ولا نشغل أنفسنا بهذا المال يأتي من الحرام، ونتسارع يعني جميعا ونخالف السنن الكونية في السراء السريع أو السراء المفاجئ الذي يخالف سنن الله سبحانه وتعالى في هذا القول. آمين يا رب. جزاك الله خيرا مولانا. في نهاية حلقة اليوم بنشكر فضيلة الشيخ الدكتور رجب أبو مليح رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية في ماليزيا الأسبق، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من يستفتونك، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.